شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من القلب بين الظلام وبين نور مشرق. هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. هنالك منظومات أربع ينبغي علينا الاهتمام بها. يكفي في بيان عظمة هذه المنظومات أن أنبياء الله العظام والأئمة الكرام وهم صفوة البشرية، هؤلاء كلهم قتلوا، أريقت دماؤهم، دماء الكثير منهم من أجل هذه المنظومات الأربع، أو من أجل بعضها على الأقل. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله الذي لولاه لما خلق الله الكون قتل من أجل هذه المنظومات. دماء سيد الشهداء وأهل بيته الأوفياء وأصحابه أريقت من أجل هذه المنظومات، أو من أجل بعضها على الأقل. المنظومة الأولى هي المنظومة العقائدية. هذه المنظومة مهمة جدا. هنالك حديث في بحار الأنوار، هذا الحديث يقول: بعضكم أكثر صلاة من بعض، وبعضكم أكثر حجا من بعض، وبعضكم أكثر صدقة من بعض. ولكن هذه كلها مهمة، ولكن من هو الأفضل؟ الحديث الشريف يقول: وأفضلكم أفضلكم معرفة. كلما درجة المعرفة ازدادت، قرب المؤمن إلى الله سبحانه وتعالى يكون أكثر.
كيف نعرف الله؟ هذه قضية مهمة جدا. كيف نعرف النبي الأعظم صلى الله عليه وآله؟ كيف نعرف الإمام؟ الآن أنتم في الطريق إلى زيارة الإمام الرضا صلوات الله عليه. عندما تدخلون على الإمام الرضا صلوات الله عليه، بأي رؤية تدخلون؟ وبأية رؤية ندخل؟ يمكن واحد يعتبر الإمام الرضا عبدا من عباد الله الصالحين، هاي مرتبة من مراتب المعرفة. يمكن يعتبر الإمام صلوات الله عليه إماما مفترض الطاعة، هاي مرتبة أخرى من مراتب المعرفة. يمكن أن نعرف أن الإمام الرضا صلوات الله عليه إمام الله تعالى أعطاه الولاية التكوينية والتشريعية، هاي مرتبة أخرى من مراتب المعرفة. كلمة الولاية التكوينية عندما تقال بعض الناس يستوحشون منها. الولاية التكوينية قضية واضحة وبديهية. الآن أنا وأنت الله تعالى أعطانا ولو بمعنى آخر مرتبة من مراتب الولاية في التكوين. الله ما معطينا. الآن أنتم تحركون يدكم، هذه مرتبة من مراتب الولاية التكوينية. الرجل المشلول ما يتمكن يحرك إيده، ولكن أنتم تتمكنون أن تحركوا يدكم، هاي مرتبة من المراتب للولاية التكوينية ولو بمعنى آخر. أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم، الإمام الرضا، الله أعطى زمام الكون بأيديهم. الكون والحياة والأمور بإعطاء الله سبحانه وتعالى، كلها بأيديه. فمرة عندما ندخل حرم الإمام الرضا صلوات الله عليه ندخل بهذه الرؤية. هذه الرؤية تختلف عن المراتب المتقدمة. ومرة مضافا إلى ذلك نعتبر النبي الأعظم وأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين العلة الغائية للكون، لوجود الكون، لبقاء الكون. هذه مرتبة أخرى من مراتب المعرفة. أفضلكم معرفة. إحنا يجب علينا جميعا أن نحاول أن نرفع مستوانا المعرفي. وأقترح على الإخوة ما كان يقترحه الوالد رحمه الله. الوالد كان يقترح علينا أن نقرأ كتاب حق اليقين لأحد علمائنا الكبار، وهو السيد عبد الله الشبر. إن شاء الله هيئوا هذا الكتاب من قم ومشهد واقرأوا هذا الكتاب. اقرأوه بأنفسكم أو اقرأوه عند أستاذ. هذه هي المنظومة الأولى، المنظومة العقائدية. المنظومة الثانية باختصار المنظومة الأحكامية. هنالك حديث الإمام صلوات الله عليه يقول ما أقبح بالرجل منكم، مضمون الحديث،
أن يأتي عليه 50 عام أو 60 عام وهو لا يعرف صلاته. أحياناً واحد بعد 50 عام 60 عام يكتشف أن صلاته اللي هي عمود الدين كلها كانت باطلة، أو لا يكتشف ذلك، عندما يروح إلى العالم الآخر يفتح عينه هناك الملائكة يقولوا له أن كل أعمالك كانت باطلة. حقيقة هذا الشيء لا يعلم. أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول لكميل: يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. كل حركة، كل بيع، كل شراء، هذا يحتاج إلى معرفة. من الذي يتكفل لنا هذه المعرفة؟ تعلم الأحكام الشرعية. أحد الأفراد الكبار هنا في قم نقل لي، قال لي: إنني في حياتي قمت بمعاملة واحدة فقط، ثم تبين لي أن هذه المعاملة كانت معاملة ربوية، ربا كانت، مع أنه يعيش أجواء الدين والمتدينين. بعدين واحد يكتشف أن معاملاته كانت ربوية، قال: كان في بيتنا قند أو شكر، لو قند لو سكر، فأردت أن أعوضه، رحت إلى دكان وأعطيت القند وأخذت الشكر، أو أعطيت الشكر وأخذت القند، فالبايع باعني ذلك متفاضلا، يعني أنا أعطيته كيلو مثلا وأعطاني 3/4 الكيلو. ثم بعد ذلك اكتشفت أن هذه المعاملة معاملة ربوية كانت، لأن في المكيل والموزون يجب أن يكون الوزنان متساويين، ما كان يعرف هذا الحكم. فإحنا في الواقع ينبغي علينا أن نضع منهجا لتعلم الأحكام الشرعية في مجال العقائد، حق اليقين، في مجال الأحكام الرسائل العملية، نتباحثها، ندرسها، نطالعها. المنظومة الثالثة والرابعة: المنظومة الأخلاقية والآدابية. منظومة الأخلاق مذكورة في كتاب جامع السعادات وفي كتاب الفضيلة للوالد رحمه الله، والمنظومة الآدابية مذكورة في كتاب لأحد علمائنا الكبار وهو الشيخ الممغاني رحمة الله عليه، عنوان كتابه: مرآة الكمال. الصلاة فيها آداب، المشي فيها آداب، التكلم فيها آداب، الأكل فيها آداب، المشي مع الأبوين فيها آداب. عندما واحد يمشي مع أبوه لا يتقدم على أبوه، وإنما يكون متأخرا عن أبيه، أو على الأقل يكون مقارن إليه. الآداب الشرعية تملأ الحياة، الأخلاق والآداب. في أحوال المحدث القمي صاحب المفاتيح رحمة الله عليه، ليش المفاتيح له هذا الموقع؟ تعلمون أن المفاتيح ثاني كتاب في عالم التشيع بعد كتاب الله. هذا إلى عوامل، من جملة العوامل لعله يكون شدة تأدب المحدث القمي، جدا كان مؤدب بالآداب الشرعية. من جملة الأشياء اللي كاتبين في أحواله: أنه ما كان يلمس جلد كتاب الأحاديث،
إلا وهو على وضوء. يعني إذا كان يريد يأخذ كتاب الكافي مثلا، كان أول يروح يتوضأ ثم يأخذ هذا الكتاب. المحدث القمي صاحب المفاتيح رحمة الله عليه، إذا كان يريد أن يكتب حديثا كان يروح يتوضأ ثم يجلس مستقبل القبلة بهيئة التشهد. شلون نقعد في التشهد؟ هكذا كان يقعد المحدث القمي، ثم كان يكتب الحديث. لعله كتب مفاتيح الجنان كل بهذه الطريقة. الآداب الشرعية في البيت، في المجتمع، مع الأبوين، مع الأولاد، في الأكل، في الشرب، في الذهاب، في الإياب. إن شاء الله هذه الكتب الأربعة هيئوها، حق اليقين في المنظومة العقائدية، الرسالة العملية في المنظومة الأحكامية، جامع السعادات أو كتاب الفضيلة في المنظومة الأخلاقية، كتاب مرآة الكمال للعلامة الممغاني في المنظومة الآدابية. هذه المنظومات الأربع إن شاء الله فيها سعادة الدنيا والآخرة. نعود إلى بداية الحديث، كيف نعرف الإمام؟ كيف نعرف كريمة أهل البيت صلوات الله عليها؟ أنتم الآن في ضيافة كريمة أهل البيت، غدا إن شاء الله أو بعد أيام تكونون في ضيافة الإمام الرضا. كيف نعرف الإمام؟ هذه قضية مهمة. الكثيرون جاءوا إلى كريمة أهل البيت، إلى الإمام الرضا صلوات الله عليه، وحلوا عقد حياتهم. إحنا كل واحد منا أكو في حياته عقد أو عقد، هذه العقد لعله يقدر لها أن تظل إلى النهاية، ولا يرفعها إلا شيء واحد، وهو التوسل بأهل البيت الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. ربما تكون بعض العقد على هذا النحو. أنتوا إن شاء الله في هذه السفرة حاولوا أن تحلوا هذه العقد، يعني عندما تدخلون الحرم تتحدثون مع الإمام حديثكم مع إمام حي حاضر. أنا مرة قلت للإخوة، إذا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كان الآن موجود هنا، كيف كنا ننهال على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ونطلب حاجاتنا الدنيوية، الأخروية، الشخصية، الاجتماعية؟ النبي بكلمة واحدة، بلمسة واحدة يحل العقدة بإذن الله تعالى. شاب في إحدى المعارك أصيبت عينه بسهم أو رمح أو ما أشبه، فسالت عينه على خده. إجا إلى النبي صلى الله عليه وآله وقال له: يا نبي الله، إنني حديث عهد بالزواج، الجهاد بي تضحية، ولكن أنا الآن أعود إلى زوجتي وعيني سائلة على خدي. هذا ما يتحمل هذا الواقع. النبي صلى الله عليه وآله بيده المباركة أخذ عينه من خده ووضعها في مكانها. فشفيت عينه في الحال. وفي ذهني أن المؤرخين كاتبين أن عينه إلى أخريات أيام حياته كانت ترى أفضل من عينه الثانية. طبعا هالشكل العين اللي تلامسها يد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله.
هل هنالك فرق بين حياتهم وموتهم؟ ماكو فرق. الإمام الرضا حي وحاضر وناظر. كم مليون يجون إلى مشهد في كل عام؟ أحد الإخوة نقل لي ولعله مبالغ في القلة، يعني مقلل الرقم، قال في كل عام يجون إلى مشهد حوالي 14 مليون، أنا أظن أكثر من ذلك. الأفراد الجماعات يأتون ويأخذون حاجاتهم. أنتم أيضا اذهبوا إلى الإمام الرضا وإلى كريمة أهل البيت صلوات الله عليهم وخذوا حاجاتكم، الحاجات الشخصية، الحاجات الاجتماعية. وضعوا المؤمنين في العراق، هذا التحدي العظيم اللي إخواننا المؤمنون في العراق يواجهونه يعانونه حقيقة، في وضع مؤلم ومحرج. على الأقل أسندوهم بالدعاء. أهم دعاء لنا بعد حسن العاقبة الدعاء لولي الأمر الحجة المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه. إن شاء الله حاولوا أن تأخذوا جميع هذه الحاجات من قم ومشهد. إنما أمره، يعني أمر الله، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أهل البيت الله أيضا أعطاهم هذه القدرة، إذا قالوا لشيء كن فيكون. ادعوا لأولادكم هذه التيارات الوافدة لتأخذهم إلى الشرق والغرب وإلى الانحراف اللي يدمر دينهم ودنياهم. ادعوا لأحفادكم إلى يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تشملكم وتشملنا جميعا رأفتهم ورحمتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شرت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من القلب الظلام وبين نور مشرق هديٌ.